تنحكي بصراحة بوضوح انه طلعوا هن انضافوا انتو الفاسدين، هيدي حفلة الشعبوية كلها سوا، وانه والله نحن اليوم برات السلطة لانه كنا فيها مكرهين 40 سنة، مكره 40 سنة مستأسرين بهيدي السلطة، مش مكره فيها 40 سنة مستأسر فيها لهيدي السلطة، مش مكره فيها هيدي. هيدي اول شغلة، خلينا مش تحت ضغط الشارع والشباب اللي معهم حق بالمطالب، نجي نحن نعمل جلد ذاتي ونقبل بكل شيء عم ينحكى. هذا واحد. اثنين، انا برجع رح اقول جمله للشباب. يعني قصدك تقول انه هن فاسدين كمان؟ انا انه ما تطلعوا مش يا استاذ مارسيل مقوله، خليني اخبرك شغله انا كيف بتعاطى. شو اول شيء، انا بمهنتي انا محامي، وهيدي المهنه اول شيء بتعلمك حتى لو كان عندك قناعه انه موكلك معه حق، ما فيك انت الدين خصمك ولا تطلع الحكم عليه، في قضاء بيطلع الحكم. اوكي، وبقول لك اكثر من بس هيك، بس انتوا عملتوا قبل اتهامات سياسيه اكثر من لا حخبرك عنها هيدي، انا كنت حاطط المثل قبل ما تحكي. حتى بعز ما كان السوري محتل بلبنان وكانت تصير في جريمه او اغتيال او هدر او سرقه او اللي بدك يسميه، كنا نقول السوري او النظام الامني الموجود بلبنان هو مسؤول معنويا لانه هو صاحب السلطه، بس نحن ما سمينا. حتى بقصه ال 11 مليار دولار اللي عم بيحكونا والله منا فاسدين وفاسدين، دغري نحن تخبينا وراء عبيت المفتي حتى يقول خط احمر، نحن بوقتها ما سمينا انه الرئيس السنيوره هو اللي اخذ هيدي المصاري. نحن كل اللي قلناه في فتره زمنيه من 92 او من ال 94 لل 2015 في هدر فيها يتجاوز هيدي المبالغ، تفضل من بعد لجنه الاداره والعدل، عفوا لجنه المال والموازنه، تفضلوا هيدي الملفات كلها سوا، روح يا قضاء حاسب، روح حقق وروح حاسب. نحن ما سمينا حدا، اللي يعتبر حاله مدين هو اللي راح ثبت على حاله هيدا الموضوع. فعمليه التعميم، انا هيدا جمله قلتها للشباب وقت سالتني باول الجلسه وقت التقيت فيهم بالشارع، في من قالوا كلكن يعني كلكن، قلت لهم لا عظيم، هيدي اكثر شغله بتضر، لا لحظه هيدي اكثر شغله بتضر القضيه، بتضر القضيه اللي عم يقتلوا منها، لانه في ناس كثيره هي هلا بالسلطه بس ما انا مثل كلهم، وهذا شغله فيك تحطوا ايدكم معهم وانتم تشتغلوا انتم وياهم.